الكل حلم طريقه. كتوفر على المستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، عمرك ما كيتعداش 30 سنة عند بداية التكوين، كتميز بالقدرة على التأقلم وحس المبادرة، عندك اهتمام بعالم المحركات والسيارات. مكتب تكوين مهني وإنعاش الشغل كيقترح عليك شعبة مصلح مركبات سيارات. هاد التكوين اللي كيتميز بين الدروس النظرية والتطبيقية كيعطي المتدرب فهم شامل لمختلف الأنظمة الموجودة في السيارات، كالمحركات بمختلف أنواعها، الأنظمة الكهربائية، الأنظمة الإلكترونية، أنظمة الفرملة، أنظمة التوجيه، ناقلات الحركة وغيرها. من بعد التخرج واكتساب الخبرة المهنية الكافية يمكن لك الولوج لمنصب مسؤول على الصيانة في شركة كبيرة أو إنشاء مقاولة والعمل لحسابك الخاص. كتوفر على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي، عندك أقل من 30 سنة، حقق من اليوم طموحك وبني مستقبلك مع OFPPT. زوروا موقعنا www.ofppt.ma وقم بالخطوة الأولى لبداية مسارك المهني بنجاح. ما تنساش بإمكانك أيضا تصفح التكوينات الأخرى لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل واختيار التكوين اللي كيناسبك أكثر. أزيد من 300 تكوين في قطاعات متنوعة. مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الطريق الأمثل للمستقبل.